أرحم الله، رجل يريد أن يحج عن والده حجا مفردا. رجل يريد أن يحج عن والده حجا مفردا، واعتمر لنفسه قبل أن يحج في أشهر الحج، فهل يعتبر حجه تمتعا وهو نيته الإفراد؟ إذا حج في أشهر الحج، إذا اعتمر في أشهر الحج ولم يسافر، اعتمر في أشهر الحج ولم يسافر ثم حج، فإنه يكون متمتعا. أما إذا فصل بين العمرة والحج بسفر فإنه لا يكون متمتعا. نعم. شيخ، وكان الحج عن والده. نعم. يقولون الحج عن والده. كله سواء، لا بس كله سواء. يجوز ينوي العمرة عن نفسه وينوي الحج عن والده، لا بأس بذلك.